هيك ما في جراوي؟ ما فجرة؟ هي ما فجرة تسوت هيك، شلون لو فجرة؟ فجأة القذيفة هيك وين وزائر قوات الأسد على مدينة القصير 7/4/2012 على المدنية العزة منذ الصباح الباكر 7/4/2012 مدينة القصير آثار الدمار نتيجة القصف الأكبر على المدنية منذ الصباح الباكر. إصلاحات بالشهر الأسد مدينة القصير 7/4/2012 آثار الدمار قصف عشوائي على المنازل منذ الصباح الباكر. هكذا يطبق بشار الأسد مبادرة عنان. الإسلام والعرب يقفون موقف المتفرج. هذا الجيش اللي حامينا أخو المليوكي. هذا المنزل لم يتبقى منه شيء إلا وقد دمر. الصمت عندنا كمان وين؟ طلعت العالم بالحواير هناك كلها هذيك هذيك وجهك هذيك الطبيعي هذيك لبقت الرعب هاي هون عطاري هاي عطاري السلام عليكم مدينة القصير 7/4/2012 أثار الدمار هذه القصر العشوائي قبل كتائب الأسد المجرمين. لا الحمد لله ما يضرب الصريح هيك ويضرب الصريح انتين هدول ليك واحد هيك هيك أخذ الدرجة الله أكبر. صار القصف على البيوت 7/4/2012 مدينة القصير 7/4/2012 آثار الدمار القصف وهذه آثار دماء أحد الأطفال الذين قضوا تحت القذائف.